تعاجل. المغرب يريد تفاقم الوضع مع الجزائر. قرار غريب من فوزي لقجع قد ينهي العلاقات. أتمنى من الأخوة الحضور وضع اللايك والاشتراك في القناة، وتعالوا نشوف تفاصيل هذا الخبر. أنا أقول فوز لقجع هو من يريد تفاقم الوضع مع الجزائر، بعد اتخاذ هذا القرار الذي من الممكن أن يدمر العلاقات بين الطرفين. هنعرف طبعا في هذا الفيديو ما هو القرار الذي اتخذه فوزي لقجع. ولكن قبل أن نبدأ، أتمنى من أخواتي مرة أخرى لا تنسوا الاشتراك ووضع اللايك في هذه القناة. طبعا هذا الفيديو دهش أكبر عدد من الناس، واذكر الله، يلا نذكر الله ونصلي على رسولنا، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. نعلم ما الذي فعله فوزي لقجع. أنا لا أحبذ إدخال السياسة في الرياضة نهائيا، والعنوان مكتوب في إحدى الصحف إن المغرب يريد تفاقم الوضع مع الجزائر، ولكن هذا خطأ، لأن الشعب المغربي والشعب الجزائري في كثير منهم أحباء، ولا يوجد التفرقة، لا يجوز التفرقة بين الشعبين الأخوين. دائما نقول الجزائر والمغرب خاوة خاوة، لأنه في النهاية إلا إذا رأت من يريد أن يفرق بهذه العلاقات هو فوزي لقجع. طبعا فوزي لقجع شغال على أنه يفرق ما بينهم، فيجب إيقاف هذا الرجل نهائيا، علما أن قصة الخريطة على القميص أثارت الشعب الجزائري، وذلك من المفترض أن يتم إيقاف ذلك ولا يتم إدخال السياسة في الرياضة. وبذلك قرر فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية، واحد من أعضاء الكاف والرئيس الشرفي لنادي نهضة تركان، قرر أن نادي الوداد المغربي سيلبس خرائط أو قمصان عليها خرائط بداية من الموسم المقبل في جميع المسابقة. وبذلك هو في هذه النقطة يتحدى الشعب الجزائري، ويجعل الشعب المغربي يتحدى الشعب الجزائري، أي يجب إيقاف هؤلاء المسؤولين نهائيا، ويجب عمل هشتاك وتفعيل هشتاك إيقاف لقجع عن هذا التصرف أو هذا العمل الذي يقوم به، سواء في القارة الإفريقية أو غيره. ولكن إن تم الحكم من قبل محكمة التحكيم الرياضية تاس لصالح اتحاد العاصمة، وهذا الأقرب إن شاء الله، سنشاهد ما الذي سيحدث في الأيام القادمة. يا ترى هل هذا الكلام صحيح؟ هذا منقول من إحدى الصحف المغربية. طبعا كما تعرفون مرة أخرى إنه إحنا إن الزمالك ونهضة بركان كانت مباراة إياب ذهاب، وسوف تكون مباراة إياب في القاهرة. وأيضا يوجد هناك معلومات إنه التاس فرضت عقوبات على الاتحاد الجزائري، وفي معلومات إنه أيضا هناك عقوبات على نهضة بركان، ولكن أين الصحيح في هذه المعلومات؟ ابقوا معي وسوف نشاهد الرسمي والعناوين الإخبارية المتداولة الرسمية، سوف أحاول أن أنقلها لكم مباشرة على هذه القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.